بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة جديدة من مادة الجافا جي واي. في هذه المحاضرة راح نتطرق إلى استعلام الحذف، يعني مثلا بندخل بيانات هنا بنحذف عن طريق الاي دي، مثلا بندخل اي دي له الموظف، نعمل ديليت، نحذف بيانات مين؟ بيانات الموظف. طبعا هنا حذف عن طريق الاي دي، يعني لو مثلا عن طريق الادرس العنوان كتبت هون عمان ديليت، بحذف كل الاشخاص الموجودين وين؟ في عمان. بدك تنتبه لاستعلام الحذف، بحذف حسب شرط معين. اذا لقي اي من السجلات تنطبق عليها الشرط راح يحذف البيانات. طيب المره الماضيه احنا اخذنا استعلام الحذف، حكينا عنه. العملية بسيطة، delete from info، يعني بده يحذف من الجدول اللي اسمه info حيث الـ ID مجهول. الـ ID مجهول راح يجيبه من وين؟ راح يجيبه من مربع النص الموجود هون. هذا مربع النص له اسم صح؟ تعمل رايت كليك عليه، change variable name، بتعيد تسميته. مثلا هون مسمينه ID underscore txt. فالمجهول الأول اللي هو هان، عند المجهول الأول راح يجيب قيمته من وين؟ راح اجيب قيمته من الـ ID underscore txt، راح احطه في المجهول الاول هنا. بعدين بعمل استعلام ايش؟ ابديت عشان يحذف السجلات بعد عمليه ايش؟ الحذف. طيب الاستعلام الثاني اللي راح نشوفه راح نطبقه اليوم، اللي هو كمان استعلام الابديت، تحذيف البيانات. فرضا انت بدك تحذف البيانات، بتدخل المعلومات هون، تعمل سيف، بيحدث البيانات. بس الان عمليه الابديت كمان لازم يكون في عندنا شرط على مين؟ على الابديت، ما بيصير تحدث بشكل عام. بمعنى انا بدي احدثهم حسب الاي دي، يعني دخلت لي اي دي مثلا واحد، حطيت معلومات هون، الشخص اللي الاي دي له واحد راح تتحدث معلوماته حسب المعلومات الموجوده هون. هي بدك تنتبه الى عمليه الديليت وعمليه الابديت بدها شرط. الحذف بشرط معين والابديت بشرط ايش؟ معين. عندك شغله ثانيه الباك، هاي بترجعك على القائمه الرئيسيه، بترجعك وين؟ على القائمه الرئيسيه. طيب الابديت، ابديت انفو اللي هو اسم التيبل اللي اسمه انفو، سيت الاف نيم راح يكون عندنا مجهول، واللاست نيم مجهول، واليوزر نيم مجهول، والباسورد مجهول، وير الاي دي يساوي مجهول. بمعنى انه راح يعمل ابديت للانفو، راح يغير قيمة الحقول اللي هم الاف نيم والال نيم واليوزر نيم والباسورد حسب المجاهيل اللي راح تعطى له. لمين؟ للشخص كمان، وير الاي دي كمان مجهول. هذول المجاهيل اللي هم 1 2 3 4 5 راح يجيبهم من وين؟ راح يجيبهم من الفورم الموجود هنا، النموذج الموجود هون. تمام؟ لاحظ المجهول الاول راح يجيب قيمته من الاف نيم اندرسكور تي اكس تي اللي هو اول واحد هون، هذا اسمه اف نيم اندرسكور تي اكس تي. تمام، هيك المفروض يعني. والمجهول الثاني راح اجيبه من ال نيم اندرسكور تي اكس تي، والمجهول الثالث راح اجيبه من اليوزر نيم اندرسكور تي اكس تي. طبعا هي كلها عباره عن اسماء تكست فيلدز، مربعات ايش؟ نص. اف نيم اتوقع اللي هو الثاني هذا، والاي دي اندرسكور تي اكس تي اللي هو اللي هون. طيب اذا في اي ملاحظه مثلا طارئه تكتب بالشات تحت. تمام، خلينا نبلش نطبق ونشوف عملي. ابدا ادخل على نت بينز. زي ما حكينا المرات الماضيه احنا عملنا قاعده بيانات اسمها wise 0604، فيها تيبل اسمه، فيها يوزر اسمه تيست، تيست في تيبل اسمه يوزرز، اليوزرز في الحقول اف نيم ال نيم يوزر نيم باسورد، اليوزر نيم رايت كليك عليه فيو داتا بيطلع لك البيانات الموجوده في اليوزر، اليوزرز زي هم مستخدمين لهم علي وصلاح واسامه. طيب خليني ارجع هون ثاني مره. باجي الان كيف بدي اعمل شاشه للديليت. بعمل رايت كليك على الكونكت، بعمل نيو جي فريم فورم،
بعدين بعطي اسم للشاشة مثلا ديليت 2 لأنه عندي ديليت 1 ديليت 2 مثلا. بعدين بسحب الآن ليبل وبسحب بوتون تحت وبسحب الآن تكست فيلد. إذا بدور على تكست فيلد هاي هون. بعد ذلك ممكن أنسق الخط لهم، بروح على الفونت هنا مثلا بولد 14 أوكي. هون مثلا ممكن أعيد تسميتها وسميها الفيرست نيم. طيب هنا بدنا نشيل البيانات الموجودة هون، نعمل رايت كليك، هي ماشي خطوات إيديت تكست، بشيل التكست. ممكن أسميها بعد مرة تكليك عليها تشينج فيريبل نيم، خلينا نسميها اف نيم اندرسكور تي اكس تي اللي تتذكر هذا الاسم. هون رايت كليك إيديت تكست وخلينا نسميه ديليت. تمام. الآن شو بدنا نعمل؟ عندنا بدنا بعد الضغط على كلمة ديليت يقوم بعملية الحذف. شو بعمل؟ باجي بعمل دبل كليك على الديليت. هون راح اكتب الكود الخاص في مين؟ في الديليت. طيب بدنا نطلع فوق عند الكونستركتر اللي هو نفس اسم الكلاس. بالمنطقة اللي هون بدنا نعرف ثلاث متغيرات، واحد اسمه كونكشن، واحد من نوع كونكشن، واحد واحد prepared statement من نوع واحد من نوع result set. بعدين بعمل import عشان حل مشكلة الimport. أتوقع اللي هون مش بحاجة إله، بس بحاجة في حالة select بنحتاجه اللي هون. باجي هون الآن يا شباب بدنا نعمل connect. متغير اللي من نوع connect con من نوع connection، بروح على الconnect هنا، بروح على عملية الاتصال في الداتابيز تحصل عن طريق connect.connect. تمام. بمسك هذا الكود الموجود هون بحطه هون. تمام. عشان يوسط الفريم حكينا this dot set location relative to null. لسه في طلاب قاعدين بيكتبوا يا شباب، تقطعوا علينا كثير انتم. طيب اذا اول ما بتعمل run لهذا الجزء الموجود هون يا شباب راح يجي ينفذ الكونستراكتر الموجود هون. هذا الكونستراكتر راح يعمل connection على الداتابيز وراح يوسط مين؟ الفريم. نعمل run، اعمل كونكت وطلع لي الفريم بدون اي مشاكل. ما بعرف اذا ببين، ما اتوقع يبين عندك، يمكن يبين على السريع لان شاشه مختلفه عن النت بينز. الخطوه اللي بعديها برجع على الديزاين، بعمل دبل كليك على الديليت لان في كود راح ينكتب هون. الكود ايش الحذف؟ بعمل كويري استعلام delete from هاي ثابتة من table. table شو اسمه يا شباب؟ table اسمه users، نفس الاسم بعمله هون users، هذول ثابتين ما بلعب فيهم بالمرة. delete from users where هاي ثابتة where حسب شو بدنا نحذف، حسب ال first name مثلا. بنعطيه if name if name تساوي question mark. طيب اذا ديليت فروم يوزرز راح يحذف من الجدول اسم يوزرز. اذا هذا متغير انت ممكن تغيره، وهذا متغير ممكن تغيره، هذا الشرط، بحيث انه الاف نيم تساوي مجهول. المجهول راح نجيبه منين؟ من الشاشه. طبعا بدك تلاحظ ملاحظه هون، نفس اسم الاسم هنا اسم التيبل يوزرز بده هون يوزرز،
دون أخطاء إملائية. وهون هذا اسمه اف نيم، هون أعطيته اف نيم نفس الاسم. تمام. الآن جملة إعداد الاستعلام. بدك تنتبه إنه نفس اسم المتغير اللي هون اللي حطيت فيه الكويري هاي الاستعلام كامل as string راح تيجي هنا. تمام. الآن المجاهيل bst.setString قديش عندنا مجهول؟ إحنا في عندنا مجهول واحد بس. تمام. إذا المجهول الأول راح يجيبه من وين؟ راح يجيبه من مربع النص الأول اللي هو هون. شو اسم مربع النص؟ fname underscore txt صح؟ باجي هون dot get text. طبعا في مشكلة حكينا لكم عنها المرة الماضية اللي هو بعطيني خطأ، بدك تعمل تحطه في try. تمام. هنا catch، بدك تعمل exception. هنا تمام، اذا ما في مشاكل نعمل فورمات عشان التنسيق. حكينا كل مره الماضيه انه هو بيحاول يعمل استعلام الحذف هون، ترى يعني حاول يعمل الاستعلام. اذا في اي مشاكل راح يضع المشكله في متغير اسمه اي وراح يطبع لك الاي على ايش الشاشه. كمان مره عملنا استعلام الحذف، احذف من الجدول اسم users بحيث الفيرست نيم يساوي مجهول، المجهول جبناه من الاف نيم اف نيم اندرسكور تي اكس تي اللي هو عباره عن تكست فيلد. الان المفروض ان الامور ايش؟ تمام. بنيجي الان على الشاشه هاي بنعمل رايت كليك رن. اوكي اجتني الان الشاشه، مثلا دخلنا صلاح ديليت، المفروض انه حذف صلاح. بروح الان على الجدول، في عندنا مشكله جزء من الكويري اتوقع، ما عملنا الكويري لسه، ما عملنا الاستعلام. فبالتالي بنقول في st dot execute update يعني نفذ الاستعلام. تمام. احنا عملنا الاستعلام هون بس ما نفذنا الاستعلام، هون عمليه تنفيذ الاستعلام. ايضا كمان يفضل انه بعد عمل الاستعلام اني افضي مربع النص عشان يبين معي انه ايش، انه تمت عمليه الاستعلام. دوت ست مثلا ست تكست. في شباب بيطلعوا بدخلوا ثاني مره. ست تكست فاضي، يعني بعد ما ينفذ الاستعلام تمام الان برجع مربع النص شو بيعمل؟ بيفضي لك اياه. يعني عملت كنترول اس حفظ، هاي عملت ايش رن، هاي كونكت شابك، وهي اعطيت صلاح، هاي عملت له ديليت، وعمل عمليه الحذف اتوقع بنجاح. بروح على السيرفيسز على الخدمات، بروح بعمل فيو، بلاقي انه شطب ايش؟ الريكورد تبع ايش؟ صلاح. تمام. اذا بدك تعمل الباك اللي هي الكبسه اللي لورا، تروح تسحب البطن عشان يرجعك على الشاشه الرئيسيه، رايت كليك ايديت تكست، تعمل باك. ممكن تنسقها خط من هون مثلا، بعدين تعمل دبل كليك عليها. هاي المفروض تخفي الشاشه الحاليه ديسبوز، وتقوم باظهار مين؟ تقوم باظهار الشاشه الجديده. شو الشاشه اللي بتظهرها؟ بدنا نظهر شاشه المين اللي هي هاي. بحكي له main to dot set visible true. إذن إخفاء الشاشة القديمة وإظهار الشاشة الجديدة اللي هي main to. طبعا main to فيها هاي القائمة الرئيسية. طيب خلينا نعمل run للديليت. إذا بتدخل له مثلا أي اسم بدك إياه،
المفروض يعمل ديليت الان باك وين بترجع يرجعني على الشاشه اللي هي نفس الشاشه اللي عندك هون. ما بعرف اذا ظهرت ولا لا. من هاي رايت كليك هاي رن وهاي باك هاي رجعني على الشاشه الرئيسيه. تمام. الان ننتقل الى موضوع جديد اللي هو الابديت عمليه التحديث. بعمل رايت كليك على الكونكت نيو جي فريم 4 اعطيه هنا ابديت 2 لان عندي انا ابديت 1 مثلا. عمليه اللي هو استعلام التحديث. طيب كمان مرة أول شيء بنعمل الشاشة اللي هم الحقول هاي الليبل هنا وخلينا الآن ندور على تكس فيلد مثلا نحاول نضبط الحجم للتكس فيلد بحاول نغير الخط شوي نحسن الخط. الآن هم عددهم 4 الحقول إذا بتتذكر 1 2 3 4 if name first name last name user name وباسورد. شو بعمل؟ باجي هون يا شباب أعمل كوبي قديش مرة؟ 4 مرات. تمام. بعد هيك بغير هاي مثلا if name هنا ill name السريع يعني هنا يوزر نيم ونفرض تكتب فيرست نيم لاست نيم هنا سوير. ممكن نظبط الشكل والالوان احنا هنا يعني على السريع. نفس الشيء عندك هون. تمام. بفضيهم. كيف بفضيهم؟ اد التكست فضينا. هذا بنسميه change variable name بسميه name underscore مثلا txt. هذا بسميه full name underscore txt. هذا خلينا نسميه مثلا user underscore txt. هذا خلينا نسميه مثلا class underscore txt. بعدين بسحب البوتن اللي بتعمل الابديت. بكتب عليها ابديت. طيب الخطوه اللي بعديها شكله راحت هاي. الخطوة اللي بعديها بعمل دبل كليك على هاي رح يصير فيها الاكشن. قبل ما اكتب الكود الخاص في الابديت باجي بطلع فوق وباجي بدنا نكتب نفس الشيء الجمل اللي قبل شوي. فبدل ما اجي اكتبهم شو بعمل؟ ممكن انسخهم. تمام. ممكن انسخهم باجي بعملهم كوبي من هون. تمام. اوكي. ونفس الشيء عندنا هون اللي هو الخاص في الكونكت اللي هم الجملتين هذول عملهم كوبي. تمام. هيك الامور. تمام. عمليه الشبكه هذول عمليه الشبكه. الان بنيجي على الكود الخاص في البوتن هاي. الان كمان بدل ما اجي اكتب من الصفر ممكن انسخ الكود واعدل عليه. كيف يعني؟ باجي على الديليت مثلا ممكن انسخ الكود الخاص في مين؟ في الديليت. وين نهايه القوس؟ هي نهايته معناته بنسخ المنطقه اللي هون. اجي على الابديت اعمل هون كوبي. الان بدل ديليت اذا بترجع للسلايدات او البي دي اف الصيغه هي ابديت انفو صح؟ هون ابديت يوزرز بعدين ست اجعل
if name يساوي بالأول l name يساوي علامة سؤال user name بعدين يساوي علامة سؤال password يساوي علامة سؤال. طبعا هذول من جبتهم اللي هم l name if name user name وpassword نفس الأسماء الموجودة هون لازم تنطبق 100% عندك if name if name طبعا l name l name user name user name password password where حسب شو بدك تحذف نحذفهم حسب ال if name تمام. هنا كان في عندنا قد طلع قديش عدد المجاهيل هون بدك تنتبه عددهم 5 1 2 3 4 5 بالتالي قديش راح يكون عندنا جملة set string هنا 5 واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. أول مجهول راح أجيبه من ال F name اللي هو اللي هون شو هذا شو اسمه مثلا اسمه F name. ثاني أتوقع L name إحنا مسمينه فبعدل هاي L وهذا مسمينه user نجيب له فيش مشاكل هذا مسميه باس وحسب مين حسب الاف نيم حسب هاي مش راح اعدل فيها. الان عمليه تصفيرهم عمليه تصفير الحقول الفيرست نيم راح يتصفر ال نيم راح يتصفر و اليوزر نيم الباسورد راح يتصفر اليوزر نيم راح يتصفر عشان يمسحهم عن الشاشه بس خلصوا. اذا اف نيم ال نيم هيك اتوقع انه الامور ايش تمام. ولاحظ انه النوع الاستعلام هو ابديت. اذا ابديت اسم الجدول اللي بدك تعدله اسماء الحقول اللي بدك تعدلهم والشرط واسماء الحقول هنا اللي هم المجاهيل 1 2 3 4 5 بدك تجيبهم من الاف نيم والال نيم واليوزر نيم والباسورد والاف نيم من الجدول الموجود هون تمام. خلينا نعمل الان رن. طيب خلينا نشوف واحد وحدث بياناته مثلا عندنا علي 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 واحد صح مثلا خلينا نقول مثلا علي مثلا سميه سامي طبعا المفروض نعمل ريفرش هنا ريفرش من هون هاي علي شو يعمل بعلي عدل البيانات اتوقع في مشكله في تصفير البيانات الكود هاي هيك الامور ان شاء الله انها انحلت. اذا هيك احنا عملنا المين اذا بدك تضيفها بدك تضيف الابديت هنا شو بتعمل؟ تعمل واحده كوبي تحت هنا تعمل رايت كليك عليها تعدلها ابديت الان كيف بدك تشبك هاي مع الابديت تعمل دبل كليك عليها بتعمل ديسبوز وهنا بتحكي له ابديت هيك رح يشبك مع الابديت تمام او مع الابديت زي ما بدك تيجي الان عملت هون هاي الشاشه مثلا من هون النيو رح تاخذك على شاشه جديده تمام باك الديليت رح تاخذك على الشاشه الثانيه الان ابديت ابديت اخذتني على هاي الشاشه ممكن اخليها تاخذني على الثانية اللي عملتها اخر شيء هاي ابديت هاي الابديت جابتنا هاي الشاشة تمام اوكي الان
الباك نفس الشيء بتعمل باك كونكبسر بتعمل ديسبوز ونيو نيو مين 2 دوت سيت فيزبل ترو تكون ان شاء الله الامور تمام.